ازيكم يا حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ طبعا كلكم فاكرين الادوات التلاتة بتوعنا الاساسيين اللي احنا بنشتغل بيهم كل مرة. النهاردة احنا هنعمل حاجة بسيطة قوي وسهلة جدا، وهو جبل زي اللي احنا عملناه، بس المرة دي جبل اللي هو التلج، بقى جبل جليدي. بقى ليه الجبل الجليدي؟ عشان يوم ما نعمل حلقة البينجوين ان شاء الله البطريق تقوم عامل الجبل جنبه، ومعاك عرفنا ازاي هنعمل البحر، يبقى بقى معانا البحر المتجمد او اللي لونه ازرق شوية كده، والجبل والبطريق، وتاخدوا الصورة معاه وتبعتوها لنا على الصفحة بتاعتنا عشان ننزلها لكم على الفيديوهات بتاعتنا اللي هننزلها ان شاء الله الفترات الجاية في صلصال العيلة على الشانل بتاعتنا اللي على اليوتيوب. طيب يلا نعمل الجبل بتاعنا. هنجيب اللون الابيض، هنطلع اللون الابيض، ايوه، وهنعمل الخطوات بتاعتنا البسيطة السهلة اللي قلنا عليها. ولا احنا هنا اهو هنطبق كده شوية اللون الابيض، ونقوم جايبين الرولر زي ما اتفقنا على الخطوات السهلة بتاعتنا. افرد بقى معايا كده، افرد افرد افرد. بفكركم يا اصحابي، اي لون نستخدمه لازم نعمل فيه ايه بعد كده؟ ايوه، بعد ما نخلصه نقوم ايه، ها، برافو، نشيله مكانه. طيب ادينا عملنا بالرولر، بعدين ادي العجله الجميله بتاعتنا، وهنجيب بعد كده السكينه اللي انا بسميها السلكه عشان نقدر نفك الشكل بتاعنا كله، بعدين بنقلبه وهنقوم تانيين بالمنظر ده. يا حبايبي بصوا، انا بتني كاني عملت حرف في كده. خلاص عايز اقول لكم الجبل الجليدي بتاعنا خلص، بس احنا عايزين نوقفه بقى. هوقفه ازاي دوت؟ بصوا حبايبي، انا الاول بضغط هنا شويه عشان يمسك في بعضين، ومن تحت بتنيه، بقعد اتني فيه كده بالمنظر ده، فانا اقدر كده ان انا ابقى حصلت على جبل واقف بالمنظر ده. لو جيت قربته لكم، بصوا التجاعيد فيه وشكله بعد ما احنا رحنا عاملينه بالعجله، هيبقى شكله جميل جدا في الصور كمان. بطريق ان شاء الله هنعمله في حلقه لوحده قدامه البحر بقى، كاننا في القطب الشمالي. يلا باي باي، استناكم بقى في حلقة جديدة حبايبي.